فعشان كده معانا الخبير في مجال التكنولوجيا كريم القعقاع. اهلا كريم. هاي كريم. هاي. هلو. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ الحمد لله نشكر الله. كيفكم انتم؟ الحمد لله. الحمد لله تمام. طيب كريم، ايش هي التكنولوجيا، ايش هي تكنولوجيا الاوتوموشن المستعمله في يومنا هذا؟ الاوتوميشن سيستم هي تكنولوجي وجدت من زمان كتير، يعني تقريبا من 1946 بلشت بالسيارات وبلشت تفوت بكل كل السكترز، يعني فاتت بالزراعه، بالتجاره، بالطب، بالبنوك، بالهندسه، بكل شيء. هلا نوجدت من زمان هي لخدمه الانسان، لتوفير الطاقه، لحتى يصير الاستهلاك اكثر، لحتى تخف اليد العامله، ليساعدوا بمنتوجات أكثر وبأسرع وقت. فنوجد بوقتها بهدول السكترز أنه كانوا بحاجة لإلى الإنسان، وظلت تتطور لوصلت للهوم أوتوميشن، لأنه صار الفرد أو الإنسان هو أكثر حاجة لهذا السيستم بقلب بيته. صح. فالأوتوميشن هو موجود بأداء التفاصيل بحياتنا، وأساساً هي أوتوميشن جاي من كلمة الأتمتة، يعني استخدام التكنولوجي تكنولوجيا لحتى تنفذ أوامر ومهام عوضا عن المجهود البشر. طيب أنا بس عندي سؤال، هل هذه التكنولوجيا نستخدمها في الشركات والصناعات، ولا حتى يعني ولا حتى نقدر نستخدمها في بيوتنا نحن كأفراد نستخدمها لوحدها؟ هلا مثل ما كنت أنا عم بقول لك، هي بلشت من قبل لأنه كان الإنسان بحاجة لإلها بالتصنيع، ما كان بحاجة لإلها بقلب بيته. ظلت تتطور لحتى صارت واصلة لقلب البيت، لأنه صرنا هلأ أغلبيتنا أغلب بالوطن العربي الرجال والمرأة صاروا متساويين، والاثنين بيشتغلوا برا البيت، فهنا بحاجة لسيستم ينظم لهم حياتهم، يدر لهم البيت. صح. وأهم شيء إنه هو أهم عامل للجرين ليفينج والسيف أنرجي. يعني السمارت هوم هو ستيب الأولى اللي لازم يبلشها كل فرد من قلب بيته to save the energy. مثل ما شفنا last week لغلاسكو، المؤتمر اللي صار للحفاظ على البيئة، فهيدا المشكلة العالمية، فكل واحد لازم يبلش ببيته، فلنبلش ببيتنا هو أنه نكون عندنا home automation بقلب البيت. طيب كريم، أنت حكيتنا عن smart homes أنه هن they are good for energy saving، بس فيك تعطينا تتعمق أكثر بالdefinition تبع smart home، وهل لازم يكون البيت حديث البناء كرمال يكون ذكي؟ أوكي. هلا السمارت هوم هو انه تقدري تتحكم بكل بيتك عن طريق الموبايل، كل شيء كهرباء، لايتنج، اي سي، تدفئه، تبريد، كيرتنز، اي شيء عن طريق التليفون. كيف نستعمله تو سيف ذا انرجي؟ هلا قديش منا وخصوصي بالخليج العربي بنروح بنشتغل الصبح بنرجع بعد الظهر، قديش منا بيترك الاي سي مضوي لحتى يرجع على البيت يكون تمبرتشر معتدل بقلب البيت؟ كثير. صح. لما بيكون كلنا اكشلي كلنا. فهذا السيستم يعني انت عم تصرف طاقه باليوم فوق الخمس لست ساعات بدون ما تستخدمها. هذا السيستم بيساعدك انك تعمل برنامج انه كل يوم قبل بساعه ما اوصل على البيت ضوي الفطير. حلو. يعني هذا one of the things، غير انه التدفئه بالبلاد اللي فيها برد قبل ما اوصل على البيت ضوي التدفئه، المي السخنه، الستائر اني سكر مشان الشمس. فانت عم تتخيل كميه موضوع الستائر عشان الشمس ده، بعانا من الموضوع ده. يلا روح اسمع. انت تخيل كمية بس صراحة الانسان عم يصرفها هو ما عم يستخدمها. أي. باليوم. صح. يعني كريم انت تتكلم عن السمارت هوم، بس اللي انا عارف انه هذه يعني التقنية هذه غالية او مكلفة يعني على الناس. هيدي النظرية اللي بعدها من 20 سنة وهلأ بلشت العالم تصعبة. الاوتوميشن سيستم من 10 سنين لما أنا بلشت بهذا الفيلد قالوا بعد 10 سنين حتصير الأوتوميشن سيستم والسمارت هوم موجود بكل بيت، كيف السمارت فون. أنت بتذكر لما كنا عن نوكيا وبلش السمارت فون يطلع، صرنا نقول آه واو غريب. صح. وكانوا يقولوا لنا بعدين حيصير كل الدنيا سمارت فون. السمارت هوم نفس الشيء. صح. بعد 5-6 سنين حتكتشف أنه على فكرة حتى موجود بالحكومات، يعني الحكومات حتصير تفرض لجرين ليفينج يعني سمارت هوم. أصلاً وصلنا لمحل مضطرين نلجأ لهيك طرق. exactly. لأنه هو بطل شيء لكجري. هو بطل شيء لكجري، شيء نسيسري موجود. بس كنت بدي أعلق على موضوع التكلفة، أنه كان من زمان يكلف كتير لأنه كان السيستم غالي وقليل لينوجد. صار هلأ وايرلس
تقدر تركبه بالبيت ايفن ساكن فيه. يعني انت مستاجر ابارتمنت بدك تحط فيها سمارت هوم، هن عباره عن قطع صغار بفوت شخص بيركبهم وبيطلع من البيت لك انه لفت ولا طلع. وبس تغير ابارتمنت فيك تاخذهم معك وتحطهم وين ما بدك بالابارتمنت الثاني. بمبالغ يعني ما بتتخيل. انا هذا اللي بحكي عنه انه صرنا هو سيستم تشتريه يعني ارخص من ايفن من موبايل تشتري.